كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. انا تقيده والله عمر شاء الله تنوبي علي. انا نقول لك حتى نبغي تلحوا نحوشنا يعني الباترون معنا مزيان ولكن المسؤولين ما عرفتش واش جرو عليكم واش موقفينا حنايا. دابا انا حاليا 3 شهور ما ديكلاش فلاسينيزيس وديجا قال لي ما خدمتيش الشهر جوج مسيت تزوج على راسي فلاسينيزيس قال لي ما عندكش مشكل قال لي كنتي مالادي وتخلص من مالادي. يعني انا خسر لي بنادم شهرين وانا ايموراجي خسر لي في الطوبيس مع شيفور كيقول لي معاش خسر لي سميتو معاش خسر لي بنادم صحني في الطوبيس ديال الماشي وخسر لي بنادم خويا خدامين قال لنا الجائحه راه كاينه دابا غادي توقفوا مني وقفنا جينا باش نخدموا قال لك اخويا هاد الساعه ما كايناش خدمه قال لنا راه شوي غتسالي الجائحه راه غادي عندو تخير غندير غوت عليكم شويه ما غوت على توا شي بدا كيغوت على عباد الله كيعطيهم 40000 ريال العام قال لنا راه ما خدامهاش الشركه وضيعنا وبقينا مجاورين كاين اللي عنده دابا الكريدي كاين اللي عنده بزاف حوايج المرض بزاف حوايج وما خلينا ما حنا خدامين ما حنا ما عنديش ما غنخلص 24000 وعاش الملك عاش الملك عاش الملك السلام عليكم الله يجزيكم بخير. هاد الناس هادو خدمنا معاهم من 2007 وحنا خدامين معاهم. النهار جا هاد الوباء قالوا لينا سيروا جلسوا راه الدوله حبسانا. منين الدوله حبساهم قال لك منين غنبداو غنعيطوا عليكم. واش الدوله حبساهم غير هما بوحدهم؟ جينا عندهم قالوا لينا شوفوا على تقليدنا تغتخدموا وناس من ورانا حنا غاديين وعيطوا عليهم جوج تاخذوا 2000 درهم العام. واش حنا هاد 2000 درهم العام قيمت 4 الصباح 11 الليل شفاره برد صهد 2000 درهم كنا كندخلوها لهم حنايا في بوست 8 السوايع وكان كيوقفنا عليها هو بغى يعطيها لنا في العام. هادي شمن شركه؟ شركه ترونسبور ترونسبور في الهراويه المقر ها هو في الهراويين ها هي الديبو ديالها المقر ديالها المقر ديالها هو هذا في الهراويين. دابا هاد الناس ما دقينا عليهم ما بغاو يخرجوا عطيونا حل ما بغا واش غيخدم اه لا كتب المسؤول تحاورتوا معاه ما بغاش يخرج عندنا ما استفدناش من الضمان الاجتماعي في 2000 درهم قالنا سيروا غتاخذوها ما خديناهاش. وهاد الناس هادو علاش كيضحكوا علينا وكاينين شي ناس شنو المطالب ديالكم نتوما؟ المطالب ديالنا واش نخدموا حسابنا اللي بغينا حنا ماشي اللي بغى هو قانوني قانوني 2000 درهم شنو هي 2000 درهم ديالاش هاد 2000 درهم واش حنا 2000 درهم كنا كندخلوها ليه في 8 السوايع وما كانش كيعجبو الحال هو غيعطي لينا في العام شنو هي 2000 درهم يمشي ياكلها هو. السلام عليكم انا عامله في شركه ليكس ترونسبور من صنف قابضه ودابا ليكس ترونسبور حبسات قال لك بان الازا شدات لهم الخطوط كتقول بان الازا دخلات وشدات الخطوط كاملين ديالنا وهنا كنطالبوا حنا سيد العامل الا كانت بصح الازا دخلات وشدات الخطوط دير لينا اونكاجمون مع شركه الازا احنا من حقنا نخدموا من حقنا نكملوا النقاط ديالنا وحنا جينا دابا الباترون باش يدوي معنا ويقول لنا شي كلمه مفيده من اجل ما ان كانت الشركه غتخدم او لا صافي وقفات باش يفيدنا ونمشيو حنايا ولا يدير لنا يتقدم لنا بطلب السيد العامل باش يدير لنا لونجاجمون ويدير لنا الادماج ديالنا شركه ازا لان هذا حقنا
اجل خاصنا نخدموا ضروري نخدموا. ماذا الشركه دخلت على الخطوط خاصها تدخل حتى الخدامه تاخذهم. ماش مشردين بحال هكا، بغينا نعرفوا يعني شي كلمه مفيده اللي تقنعنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.